بإرادة وهمة عالية يتابع الأهالي في مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق بالتعاون مع المجلس البلدي إعادة تأهيل منازلهم ومحلاتهم. إمتى ما كان بنقدر نفوت، بس المهم نرحل كل شيء موجود بالبيت لحتى البلدية ترجع ترحلنا. ما عم نحاول كل فترة صح لنا نجي نحاول نرحل الرجم والهدم واللي واقع كلياته بالأرض ونطالعه لبرا، وهن بيقوموا بقى بواجبهم الثاني اللي هن والترحيل مشان نتساعد سوا، يمددونا مي يمددونا كهرباء نقدر نرجع نعمر ونرجع نسكن. المجموعات الإرهابية خربت كل شيء، وبلشنا نرحل أنقاض مشان نرجع نصلح ونخلق من أول جديد إن شاء الله. بيتي كله أنا نظبته، بلا ما أخذي أنا صلي 64 سنة عم بشتغل حتى أسست هالبيت هذا. كل ما هناك شغلنا بنشتغل على مهنا، واللي الله سبحانه وتعالى بيطعمنا يا محنا. طبعا لي ذكريات حلوة أنا بديريا من 1986، أولادي تخرجوا من الجامعات أنا وديريا، وبلاقي متعة حلوة لما بيجي بشتغل وبرجع الأساس تبعي، ما بننبسط غير بمنزلنا بمسكننا. مديريات محافظة ريف دمشق عملت على مدار الشهور الماضية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على صيانة شبكات المياه والكهرباء للمنطقة ألف في داريا، والتي من المقرر أن يعود إليها نحو 100,000 مواطن على دفعات، وأهلت جميع المؤسسات الخدمية والرسمية إضافة إلى المدارس لاستقبال المواطنين وتأمين مختلف احتياجاتهم ومستلزماتهم الخدمية والمعيشية. طبعا هلا أنت بقلب المربع الأول بمنطقة ألف اللي هي رجع عليها 2000 شخص مبدئيا. طبعا أنا حكيت أنه توقف الدخول لأسباب تتعلق بسلامة الأهالي خارج المربع، يعني هي في نحن مناطق أنفاق ومستودعات ذخيرة، الهندسة العسكرية عم تفجرها، وحفاظ على سلامة المواطنين وقفنا الدخول، وحاليا نحن كمان نكسب الوقت أكثر، ورشات الكهرباء والمي عم تشتغل بشكل يومي متواصل. البلدية ما عم تأثر معنا، عم يشتغلوا وعم يساعدونا. هذا المحل بده يصير يعني ورشة كاملة، شو بنقدر نحط فيه، شو بنقدر نطور فيه، مساعدات للعالم، نحن جاهزين إن شاء الله.